اي حاجه انت صحتك كويسه بس عشان احنا والله العظيم الحمد لله. ده انا شفت اشاعات طلعت ايش ده. هو بصي هو الفيديو اللي انتشر ده كان فيديو موجود ساعه لما انا دخلت المستشفى في شهر يناير اللي فات. فهو احمد قال بس هم يعني قاطعين الفيديو ان هو في اشاعه طلعت كده وحتى دخل من 24 حد انكر ده وقال ان ده مش حقيقي وان احمد عنده التهاب في الشعب الهوائيه ساعتها معرفش ايه اللي حصل. فقام قاطعين الفيديو كانه خبر يعني ونزلوه في تاريخ 24 ده صح بيحبوك بزياده. فانا صحيت ان انا تعبان وصحيت واحده بقى وازمه. يعني بص طبعا الفنانه الكبيره كتبته فريده سفر مصر انت طبعا الكل وانا وردت عليها وبشكرها على اهتمامها وبشكرها وبدرته وبكلمتها وبدريه جميله حبيبتي ناس صدقت الموضوع يعني ما هو ده يعني ده حب. وبص حموده كلمني لا طبعا ناس دي كلمت صراحه بس لا فريده سفر مصر نجمه كبيره وفنانه كبيره وانا بقدرها وبحترمها وبشكرها على اهتمامها وبشكرها على خوفها عليا.